عاجل إخطار مصري لمجلس الأمن بالحرب ضد سد النهضة، وعاجل بيان هام من قوات الأسطول البحري المصري، ننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل تركيا تعلن عن مرحلة جديدة بين تركيا ومصر، وكارثة تحدث في البحر الأحمر البقاء لله، ننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو، وعاجل ضرب سفن بين إسرائيل وإيران، ننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، ما تنساش تشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها. رمضان كريم عليكم وصلوا على الحبيب محمد. تعالوا نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل بيان هام من القوات المسلحة وقوات الأسطول البحري المصري، ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. وصلت الفرقاطة برنيس التي تم بناؤها من قبل شركة إيطالية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى أسطول البحرية المصرية، وتعتبر هذه الفرقاطة الثانية التي تنضم لأسطول البحرية المصرية بعد فرقاطة الجلالة، وقد تم التعاقد عليها بين مصر وإيطاليا. وتتمتع برنيس بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية. ونشر المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العميد تامر الرفاعي مقطع فيديو لوصول الفرقاطة برنيس، وهي من طراز فريم بريجماني، إلى قاعدة الإسكندرية لانضمامها للقوات البحرية المصرية. المصدر معانا كان من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة وRT وبعض الوكالات، وأترك لحضراتكم التعليق. هذه الفرقاطة يعني مهمة جدا، رغم ان في مشاكل في إيطاليا، او يعني إيطاليا دلوقتي البرلمان الإيطالي بيصعد موضوع ريجيني، ولكن يعني العلاقات بين الجيش المصري والجيش الإيطالي زي ما هي وما تأثرتش، وزي ما حضراتكم شفتوا دلوقتي ان احنا استلمنا الفرقاطة برنيس، ودي تاني فرقاطة من إيطاليا. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تشارك الفيديو على صفحتك الشخصية أو في المجموعات عشان غيرك يستفيد. ويلا ندخل على الخبر التالي، خبر آخر معانا في منتهى الأهمية. عاجل إخطار مصري لمجلس الأمن بالحرب ضد سد النهضة. ناقش وزير الخارجية سامح شكري تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش. وكشفت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير سامح شكري قام بتوجيه خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات. وأكد شكري خلال مكالمة هاتفية مع جوتريتش على مواقف مصر الثابتة الداعية إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وأيضا شدد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، وما له من أثر على استقرار وأمن المنطقة. وفشلت جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا في التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول آلية ملء وتشغيل السد. وصعدت مصر من خطابها مؤخرا، حيث أكد الرئيس السيسي أن حصة مصر من مياه النيل خطا أحمر، وحذر من عدم الاستقرار الذي قد تشهده المنطقة إذا تم المساس بحق مصر من مياه النيل. وللتذكير، إثيوبيا بدأت في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، ومصر طبعا خايفة من إضرار السد بحصتها من المياه، وبرضو السودان خايفة من تأثير السد السلبي على السدود السودانية على النيل الأزرق. طبعا يعني
مصر عمالة تدي انذارات للعالم لو ما حلتوش هذا الامر او ما تدخلتوش هيبقى الامر كارثي على المنطقة. لو ما توصلناش لحل ثلاثي ملزم وقانوني بملء وتشغيل سد النهضة، إدارة على الملء والتشغيل من جانب الدول الثلاثة، ده حق مصر والسودان طبعا، وده حق مصر والسودان عشان ما يحصل لهمش أضرار، ولكن لو ما استجابش المجتمع الدولي هتبقى في مشكلة كبيرة جدا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، تعالوا ننتقل لخبر آخر. وعاجل تركيا تعلن عن مرحلة جديدة بين تركيا ومصر. أقول لحضراتكم التفاصيل، وزير الخارجية التركي اللي اسمه مولود شاووش أغلو أعلن أمس الأربعاء إن في مرحلة جديدة بتبدأ بين مصر وتركيا، ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة. جاء ذلك في معرض تصريحات أدلى بها شاووش أغلو للصحفيين أمس الأربعاء، وده تعليقا على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الوزير سامح شكري. وشاووش أغلو اللي هو وزير خارجية تركيا قال إن عهدا جديدا يبدأ في العلاقات مع مصر، وستحدث زيارات متبادلة، وسيكون هناك اجتماعا مع مصر على مستوى مساعدي وزير الخارجية والدبلوماسيين، وسيتم تعيين سفير. وقال إن موعد ذلك ما تحددش، يعني قال إن موعد اللقاءات أو يعني الاجتماعات بين مصر وتركيا لسه ما تمش مناقشة موعد هذا الاجتماع أو تحديد موعده، ولكن قال إن إحنا يعني هنناقش أو هنتفق ما بيننا وبين مصر على موعد. فأترك لحضراتكم التعليق، المصدر معانا كان من الأناضول تمام ووسائل إعلام تركيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هل أنتم شايفين إن لو مصر وتركيا اتطبعت بينهم العلاقات، هل تركيا هتفضل بسياستها العدائية ضد مصر أم لا؟ أنا شايف إن تركيا بتاخد خطوات كويسة جدا تجاه مصر، يعني منها إنها وقفت البرامج للإخوان اللي كانت ببث من تركيا وموجهة طبعا ضد مصر. أنا شايف إنها خطوات يعني مميزة وكويسة لبدء علاقات جديدة، وعاوز أعرف من حضراتكم هل أنتم شايفين إن مصر وتركيا هترجع دولتين يعني صديقتين وبينهم علاقات قوية على مستوى سياسي ودبلوماسي أم لا؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، وأأكد لحضراتكم إن المصدر معانا كان من وكالة الأناضول وبعض وسائل الإعلام التركية. خبر آخر معانا، وكارثة تحدث في البحر الأحمر، البقاء لله، وتوفي 12 شخصا وأصيب 4 آخرون بسبب اصطدام حافلة ركاب بصهريج محروقات عند كيلو 103 على طريق أسيوط البحر الأحمر. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى الجامعي القريب. وأضاف المصدر أن 25 سيارة إسعاف توجهت على الفور إلى مكان الحادث، كما باشرت فرق الحماية المدنية بالعمل على وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق. مصدر معانا كان من RT، بقاء لله، ربنا يرحمهم يا رب ويصبر أهلهم والشفاء العاجل للمصابين بإذن الله. وخبر آخر معانا، عاجل ضرب سفن بين إسرائيل وإيران، بمعنى إن إسرائيل بتضرب في سفن إيران وإيران بتضرب في سفن إسرائيل. أعرض لحضراتكم التفاصيل الآن. أكد الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية فكري سليم أن ضرب السفن المتبادل بين إيران وإسرائيل نموذج متكرر لحرب الناقلات في الخليج في ثمانينيات القرن الماضي، ولن يتطور لحرب شاملة. وقال إن استهداف سفينة إسرائيلية اليوم بصاروخ إيراني قبالة سواحل الإمارات يعد امتدادا لما حدث في الأسبوع الأول من إبريل ونهاية شهر مارس الماضيين، حيث تم استهداف عدة سفن إيرانية في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، كما تم استهداف سفينة شحن إسرائيلية في بحر العرب بصاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني عليها. وأضاف أن يأتي هذا الاستهداف كرد فعل سريع على تفجير المفاعل النووي الإيراني الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفه
لإظهار أنها قادرة على إلحاق الضرر بمصالح إسرائيل في المنطقة، ومن ناحية أخرى كرد فعل على الموقف الإسرائيلي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحثه على عدم الاستجابة لمطالب إيران بشأن المفاوضات حول الاتفاق النووي، وامتناعه عن انه يمشي على نفس الطريق اللي مشي فيه باراك اوباما اللي عمل اتفاق نووي مع ايران عام 2015، وتابع وقال رأت اسرائيل في الاتفاق تهديدا لمصالحها في المنطقة، وده خاصة بعد مزاحمة ايران لها في بعض دول المنطقة. واضاف نرى ان هذه الاحداث والاعتداءات وان كانت تذكر بما عرف بحرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي الا انها لا ترقى الى حرب مباشرة معلنة والمعلوم طرفاها، بل هي احداث غير كاملة التفاصيل يتبادل الطرفان الايراني والاسرائيلي الاتهامات فيها بشأن الاعتداءات على السفن كلا البلدين. الكلام ده كان طالع من باحث مصري، مصدر معانا كان من RT، واترك لحضراتكم التعليق، هل انتم شايفين يعني ان اللي بيحصل ده باتفاق بين ايران واسرائيل ام لا؟ ويعني المناوشات دي هل ليها اثر على المنطقة العربية ام لا؟ اترك لحضراتكم التعليق ومنتظر اقرا تعليقات حضراتكم. خبر اخر معانا وتعليق من السائق البطل احمد شعبان عن تدمير سيارته اللي هو اصبح حديث الساعة في امريكا. قال المواطن المصري احمد شعبان الذي اصبح حديث الساعة في امريكا بعد ان ساعد الشرطة الامريكية في القبض على قاتل هارب، انه يعتز بسيارته التي تدمرت خلال المطاردة. وقال شعبان ان عمره 44 سنة ويعمل في مجال النقل بين امريكا باعتباره مالكا لشركة نقل، وهو يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 98، وقبل 9 سنوات تخصص في مجال سباق السيارات وتطوير محركاتها. واشار الى انه يعتز بسيارته التي تدمرت خلال المطاردة، وهو متزوج من سيدة روسية، وهو اب لطفلين هما طارق وزين واعمارهم 9 و8 سنين. كما كشف انه يعيش برفقة عائلته في يخت صنعه بنفسه في ولاية كاليفورنيا، ويستعد لاطلاق مشروعه الثاني وهي شركة لمراكب السياحة والصيد. المصدر معانا كان من صدى البلد، اترك لحضراتكم التعليق. القصة باختصار ان كان في مطاردة بين الشرطة وما بين قاتل، فيعني هذا الرجل ام قافل بالشاحنة بتاعته على السيارة الهاربة من الشرطة، وتم القبض على الهارب القاتل. وطبعا الشرطة الامريكية شكرت المصري ده، فتحية كبيرة لي. واترك لحضراتكم التعليق. جينا لنهاية نشرة الاخبار، كان معكم اسلام من قناتكم مصري ميديا IAB. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.